تتمات في الشرط، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. لاحقة الشرط مثل ما أخذنا الأسبوع الماضي دائما أنه إذا بتصير إذا وفي جواب للشرط. في حالة لما تيجي لاحقة الشرط مع كلمة من كلمات السؤال، فعندها بيختفي من الشرط معنى الشرط وبيختفي من السؤال معنى السؤال وبيصيروا معناهن سوا بمعنى العموم، يعني كلما هيك صار. أعطي أمثلة لتوضيح الفكرة. نيريه جدارسان باندي جدرم. جدارسان لحالة شرط معناها إذا ذهبت، نيريه معناها إلى أين، بس لما أقول نيريه جدارسان يعني إلى أي مكان تذهب إليه، بصير هيك تعميم إلى أي مكان تذهب إليه. لاحظوا ما عاد فيها شرط وما عاد فيها سؤال، باندي جدرم أنا أذهب، يعني أنا أذهب إلى أي مكان تذهب إليه. مريت معنا أظن في أحد الأغنيات بحلقات الماضية. نيستارسان جيتيريرم، شو بدك بجيب لك؟ نيستارسان جيتيريرم. نصل استارسان يبرز، نصل استارسان يبرز، يعني شو شلون بدك إياها، كيف ما بدك إياها بنساويها. مثلا معلم دهان أو كذا أو بيت عم يقول له كيف ساوي لك، بيقول له نصل استارسان يبرز، بس أنت احكي. واحد مثلا يا اسان محوط الحياه بيقول لك نيابارسم او نيابسم او نيابارسم، بيصير اثنين نيابسم او نيابارسم فايده سيوك، فايده سيوك يعني شو ما بساوي ما في اي فائده. واحد متضايق من واحد ثاني بيقول له نيري جدارسان جيت، نيري جدارسان جيت، اذهب الى اي مكان تريد، نيري جدارسان جيت. كمان واحد معصب من تاني بيقول له نصل أولمايا تشالشرسان تشالش، نصل أولمايا تشالشرسان تشالش، يعني كيف ما بدك تساوي تكون اشتغل، سان أدم أولماسن ما هتصير رجال، انه معصب منه انه شو ما حاولت تساوي. نصل أولمايا تشالشرسان تشالش أدم أولماسن أو أولماسن ممكن، يا يمكن أن تصبح رجل. آخر مثال بهي المجموعة، كيم جليرسي جلسن، كيم جليرسي يعني أي أحد يأتي، جلسن فليأتي، فكري مي ديشتير ميجام، ديشتير ميجام لن أغير رأيي، هذا راسه حديدي. كيم جليرسي جلسن فكري مي ديشتير ميجام. إذن هي ما بيقول قاعدة، هيك أنا سميتها الحلقة تتمات في الشرط، بعض الأفكار البسيطة اللي لها علاقة بالشرط، على الأقل باعتبار أنه نحن حكينا أنه نحن أنهينا قاعدة الشرط. الواحد مثلا بعض الحلقات الماضية كلها لو شاف هيك جملة ممكن بقى يتلبك لو ما انتبه أنه هون قاعدة جديدة أو فكرة جديدة، أنه ني استارسان يعني إذا كنت تريد ماذا، إذا كنت يعني بيصير ترجمتها بفوت الواحد بالحيط إذا ما انتبه. إذن ني استارسان كلمة السؤال مع الشرط بتحول إلى كلما بمعنى التعميم. ني استارسان جيتيريرم، نصل استارسان يبرز، نري جدارسان جيت، كيم جيليرسي جالسن، وهكذا. هذا أحد المعاني الجانبية اللي هو الشرط مع كلمة السؤال. في معنى آخر قريب من الشرط، هو مو بعيد بس حلو، بيكون في تكرار لكلمة الشرط مرتين بدون زمن، يعني مثل صيغة الديليك. فشوفوا شو بيصير المعنى. بو بروجيي كازانسا 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 دكتورلار كازانر. مثلا بتقول مثلا بو أوديفي، بو أوديفي واحد معلم عطى وظيفة كتير صعبة بالمدرسة، بتقول بو أوديفي يابسا يابسا علي ياب علي يابار علي يابار. يابسا يابسا يعني إذا في حدا بيساوي هالوظيفة بيقدر يحل هالوظيفة، يابسا يابسا علي يابار، فعلي هو اللي بيقدر يحلها. بو بروجي كازانسا كازانسا إذا في حدا حيفوز بهالمشروع، دكتور لار كازانر دكتور لار كازانر، فالأطباء هن اللي بيفوزوا بهالمشروع. مثلا لا سمح الله ولا قدر الله صار حادث ضخم بسيارة، واحد شافه من بعيد وشاف ان السيارة انقلبت او يعني وضع كارثي او مثلا، فشو بيقول بو كازادان كورتولسا كورتولسا كورتول كورتولمك معناها ينجو، كورتولسا كورتولسا اذا حدا بده ينجي من هالحادث، اكي كيشي كورتولور اكي كيشي كورتولور يعني بالكاد بينجو اثنين من قد مثلا محادث ضخم. الله يا رب هيك يتلطف فينا ويبعدنا الحوادث والأمراض
والفتن. إذن فكرة بسيطة، فكرة لطيفة، تكرار صيغة الشرط بصير معناها إذا حدا بيعملها بيعملها. بو بروجيي كازانسا كازانسا دكتور لار كازانر بو كازادان كورتولسا كورتولسا إكي كيشي كورتولور بو أوديفي يابسا يابسا ألي يابار وهكذا. في فكرة ثالثة بسيطة ليست هي يعني لا تعتبر من الشرط أصلا بس حتى ما تشكل علينا البعض، اللي هي لاحقة إيسي أو أداة إيسي. أداة إيسي الشرط سابقا لمن لا يعرف، يعني قبل ذلك كان يكتب منفصل، كان أقول مثلا هاستا بدل ما أقول هاستايسان، يعني إذا كنت مريض أقول هاستايسان هاستايسان، بدل ما أقول إيفلي مثلا ألي إيفلي سي، إذا كان علي متزوج بقول ألي إيفلي إيسي، فممكن الشرط يكتب منفصلا. فهون الفكرة بهالاستخدام حتى نميز أنه يكتب، لأنه لهلأ في ناس ممكن تكتب بعض الجمل تشوف الشرط منفصل، فأنه ننتبه أنه إيسي ممكن تكون هي أداة الشرط المنفصلة اللي عم تعطي معنى الشرط، اللي هو ألي إيفلي إيسي مثلا كذا كذا، إذا كان علي متزوج بنحط جواب، لكن ممكن تكون بمعنى الآخر اللي هو بينما للمقارنة. يعني مثلا بقول أنا بابام دكتور أنم إيسي بينما أمي أهريتمان معلمة مثلا. هليكوبتر لرين سيسي هليكوبتر لرين سيسي بزم إتشين مطلنوك بالنسبة إلنا سعادة، تيروريستلر إتشين الإرهابيين إيسي كوركودر، أما بالنسبة للإرهابيين فهو خوف إيسي. بينما يميي بان بيندم الطعام أنا أحببته أنا أعجبته بالطعام، يميي بان بيندم كارديشم إيسي بينمدي. أما أخي بينما أخي لم يعجب كارديشم إيسي بينمدي. إذن هاي فكرة الثالثة. إذن أفكارنا اليوم كانت الشرط مع جملة السؤال نري جدارسن جيت، يعني بصير التعميم أينما ذهبت اذهب، والإعادة بؤو ديفي يابسا يابسا ألي يابار، وآخر واحدة اللي هي الإيسي المنفصلة حتى ممكن تكون بمعناها الشرط لكن ممكن تكون بمعنى بينما. بابام دكتور أنم إيسي أنم إيسي أوريتمان ألي بياندي بان إيسي بين مدم أنا فلم يعجبني، بينما أنا لم يعجبني للمقارنة. هاي ثلاث استخدامات بنشوف فيها لاحقة الشرط لكن عم تعطي معنى نوعا ما مختلف قليلا عن أو مختلف عن المعاني اللي مرت معنا في الحلقات السابقة. الآن يعني أنا كمان هيك حتى نستكمل، في عنا بعض العبارات الأخرى اللي ما بيكون فيها أداة شرط لكنها تفيد الشرط، يعني بالعكس أنه أنا ما عم نشوف سا لكن المعنى فعليا معنى شرط. مثلا كورسا داو فيها لاحقة بجزء أو بتركها للأخير لأنه هي أغرب واحدة بس بحكي السهلين. مثلا بتقول له لأبنك الصغير بيوكليرين يا نوندا أوتورا جاكسون، يعني ستجلس إلى جانب الكبار. بيوكليرين يا نوندا أوتورا جاكسون أما كونوش مدان لكن بدون كلام. هل هذا المعنى فعليا في يعني قريب من معنى الشرط؟ كأني عم أقول له كونوش ماز سان إذا لم تتكلم بيوكليرين يانندا أوتورا جاكسون ستجلس بجانب الكبار. مثلا سيني غوردوكتشي ديكتشي، هي لاحقة ديكتشي يعني كلما. سيني غوردوكتشي كلما رأيتك أونو هاترليوروم أتذكره، فهي كمان فيها معنى الشرط كأني عم أقول سيني غورورسام إذا رأيتك أونو هاترليوروم تشبهها. مثلا يارن هي مهمة، يارن واحد مثلا طلب منك كتاب انه بده يستعير كتاب، فبتقول له يارن جيري فيرميك اوزيري جيري فيرميك اوزيري فيرميك اوزيري يعني على ان تعيده جيري فيرميك اوزيري على بيليرسن يعني يمكنك ان تأخذه على ان تعيده غدا، يعني كأني عم اقول شرط يارن جيري فيريجيك سان إذا كنت ستعيده غدا على بيليرسن يمكنك أن تأخذه الآن. إلنا فيريجيك سان إذا بتذكر الشرط مع
gelecek zaman yarın geri vereceksen alabilirsin. Tabii şu huve ma'na el mukabel yarın geri vermek üzere alabilirsin. ممكن اعطي جمله ايضا اللي قلت اجلتها لانه استخدام غريب كورسا دوام اتي مي كازانر المي هون ليست سؤال المي هون جاي احد معانيها الجانبيه جاي بمعنى شرط يعني كورس اللي هي الدوره كورسا دوام اتي مي كازانر معناها كورسا دوام ادرسي كازانر اذا كمل بالكورس بينجح او بيربح كورسا دوام اتيمي كازانر علي جلديني تشكرز اذا جاء علي نخرج علي جليرسي تشكرز علي جليرسي تشكرز علي جلديني تشكرز جلديني تشكرز في استخدامات كتير يعني او في جمل كتير هي ما لها قاعده هون اعتبروها اليوم هي النصف الثاني بالذات هو عباره عن دردشه لجمل عم تعطي معنى الشرط لكنها لا تحتوي على لاحقة الشرط وهذا أمر طبعا كلغة مثل مثلا وقت الواحد يقول فيلم بيتسن يمك يرز فيلم بيتسن يمك يرز يعني خلي الأكل يخلص بعدين بناكل معناها إذا انتهى الطعام عفوا إذا انتهى الفيلم بناكل فيلم بيتسن يمك يرز مثل وقت تقول مثلا للابن أوديفيني يابمدان دشريا تشكما لا تطلع من دون ما تحل وظيفتك يعني كأني عم أقول أوديفيني يابمازان إذا ما حلت وظيفتك دشارية تشيك ما تطلع لبرا إذن تشيك أوديف يابمادان إذن في كتير معاني مثل ما قلت ما لا قاعدة حتى ما تلبك هي مو قاعدة الواحد أنه بده يحفظ شو هن لا بس الفكرة أنه هو كيف عم يتوقع أنه في معاني أخرى تكون فيها معنى الشرط بدون لاحقة الشرط وفي بعض الجزء الأول كان من الحلقة هي عبارة عن عبارات فيها معنى فيها لاحقة الشرط لكنها عطت معنى مختلف الآن وصلنا إلى فقرة الأغنية اسمها سلام أولسون يعني فليكن سلاما أو سلام على لإبراهيم تطلسس بنسمعها معا وبعد ذلك إن شاء الله بنترجمها سلام أولسون اسم الأغنية اليوم معناها مثل ما قلنا سلام على فليكن سلام أو سلام عليهم طبعا الأغنية إذا اللي استمع إليها فانتبه أنه سلام أولسون هون جاي على سبيل السخرية يعني مثل وقت الواحد يقول شكرا أنك زعلتني كتير شكرا أنك بها السياق نجي نبلش فيها هيبسي بيرير وموت طولار هيبسي بيرير وموت طولار هيبسي كلهم بيرير يعني واحد لما أقول بيرير يعني فردا أموت تولار فعل أموتمك ما في فعل اسمه أموتمك يعني فينا نقول إنه هون استخدموا هيك على سبيل المجاز كلمة أموت معناها أمل هون أموت تولار يعني حول الفعل إلى اسم يعني بدون أمر غير قواعدي كان بمعنى إنه كلهم تأملوا فردا تأملوا أو عاشوا بالأمل بيرير أموت تولار ويوت تولار ويومك ينام ويوتمك ينام يعني نيمون فردا بيرير ويوت تولار يعني واحد نيمونا هون بمعنى مثل شلون بتقول نيمت الموضوع أو تركته بيزي بوردا هون بيبين المعنى ويوت تولار نسيونا هون يعني هنا كأنه الإنسان عاش بأمل ثم انتسى ونيمة وانتسى بيزي بوردا ويوت تولار جيدين ليري هي القاعدة اللي دائما مذكر فيها الآن هلأ باعتبار الحلقات صارت موجودة أرجو إذا في أحد عنده مشكلة فيها هي اسمها قاعدة صفات في لير الصفات تحولت إلى فعل ففعل جيتمك تحول إلى صفة صار جيدان يعني اسم فاعل الذاهبين جيدين ليري سلام على أولئك الذاهبين بو أجي تشيكيريز بيز يعني نحن تشيك هون بو أجي تشيكيريز بيز يعني نحن كلمة أجي تشيكمك أجي تشيكمك يسحب الألم شو المقصود فيها؟ يتجرع الألم يعني هذا الألم نحن عم نتجرعه داغ ديليريز ديلمك معناها يثقب يعني نحن منثقب الحجر والصخر يعني نحن حنتجرع هالألم متحملينه حنثقب الحجر والصخر يان مصنو بيليريز بيز
biliriz biz. Yani na'ref el ihtirak, yanmak. Yanmak el ihtirak. Yakanlara selam olsun. Fiil yakmak, yakmak yani yuhriq. Yakan الذي أحرق الذي يكان لرا سلام والسن يعني سلاما على أولئك الذين أحرقونا يعني إحنا متحمل هالألم وبنقدر نثقب الصخر والحجر ونحن منعرف الاحتراق فشكرا للي أحرقونا سلام والسن سلام والسن جدين لرا سلام والسن أجمدان أجمدان أجمك معناها يرق أجي ألم لحاله بس أجمدان يعني يرق أجمدان بدون رحمة بدون رحمة مادان معناها بدون أجمدان بدون رحمة سرت مزدان سرت معناها ظهر سرت مزدان فوران لارا فورمك يضرب فوران الذي يضرب فوران لارا سلام ولسون يعني شكرا للي ضربونا على ظهورنا بدون رحمة سو نقطع الأخير جميل جدا سو بغار مش المي بتغرق تخنق يعني كلمة بغاز أصلا معناها حلق لهيك هي بغاز اللي هو المضيق يعني بغاز اللي هو البوسفور اسمه بغاز اللي هو المضيق البوسفور فبغار مك كفعل يعني يخنق سو بغار مش المي تخنق بتغرق يعني أتش يكار والنار تحرق ظالم يعني هي سنن حلوة يعني أنا عجبني هالمقطع حسيت أنه قوانين المي بتغرق نار بتحرق ظالم ليردي والظالمين أيضا بيرجون يا نار والظالمين أيضا في يوم من الأيام حيحترقوا يا نار بيرجون يا نار إن شاء الله يا رب الله يخلصنا من كل الظالمين واحد ورا الثاني داغ جبيدي توم أموتسلار كل الآمال أموت إلنا أمل توم أموتسلار داغ جبل داغ جبيدي كانت كالجبل يكانلارا سلام ولسون يكمك انتبهوا هون على الفرق بين فعل يكمك معناها يحرق يانمك معناها يحترق يكمك معناها يهدم وفي فعل بيشبهوا كتير يكمك لهيك الاثنين إذا صاروا شمدك زمان بيصيروا نفس بعض يكيور يكمك بيصير يكيور ويكمك بيصير يكيور بس يكمك معناها يهدم ويكمك معناها يغسل هون الفعل اللي عندنا يك يعني يهدم يكان لارا سلام ولسون يعني شكرا على اللي هدمونا او على اللي هدموها لشو لآمالنا اللي كانت كالجبال المقطع كتير اخير كتير حلو الاخير سو بوغارمش اتش يكار الماء بتغرق والنار بتحرق ظالم ليردي بيرجون يا نار والظالمين بيوم الايام حيحترقوا داغ جبيدي توم أموتلار كانت أحلامنا والأحلام كالجبال يكان لارا سلام ولسون واللي شكرا للي هدموها مثل ما أن شكرا هون على سبيل السخرية يعني كأنه هو عم يقول لهم يكسر إيديكم والله يا رب هيك يفرج عن الجميع ويخلصنا من كل الظالمين بنسمعها مرة تانية